ولدت في الجزائر وتعلمت في فرنسا، لكنها اختارت أن تعيش حياتها في أفريقيا. إنها دومينيك واتارا، سيدة كوت ديفوار الأولى. عام 1953 في قسنطينة الجزائرية ولدت دومينيك لأبوين فرنسيين، وعادت إلى فرنسا لتدرس في ستراسبورغ، وبعدها تخرجت في جامعة باريس عام 1975 بشهادة في الاقتصاد. تزوجت من البروفيسور جون فلورو الذي انتقل إلى أبيدجان قبل وفاته في عام 1984 بعد زواج دام 10 سنوات أثمر طفلين. بعدها اقتحمت مجال العقارات وأسست شركة استقطبت زبائن مهمين بفضل صداقات زوجها الراحل التي مهدت لها الطريق للنجاح. وبعد 7 أعوام تزوجت مجدداً من الحسن وتارا قبل نحو 19 عاماً من توليه رئاسة كوت ديفوار، وهنا تحولت الفرنسية إلى وجه اجتماعي معروف في الدولة الواقعة غرب أفريقيا، إذ اهتمت بحماية الأطفال من الاستغلال وتمكين المرأة، كما عينت سفيرة للأمم المتحدة. ما يميز دومينيك هو إيمانها بقوة الرياضة كأداة للتغيير الاجتماعي، وانطلاقا من هذا نظمت مسابقات كرة القدم للأطفال في جميع أنحاء البلاد، وتعمل على مكافحة استغلال الأطفال وتشجيعهم على الانخراط في الرياضة بدلا من العمل، ولها بطولة تحمل اسمها أصبحت الآن حدثاً رياضياً مرموقاً يحظى بدعم من كبار الشخصيات في المجتمع الرياضي الإيفواري. وتحرص دومينيك على أن تكافئ جميع الفرق التي تصل إلى النهائيات بمبالغ مالية وجوائز أخرى. وتارا التي حققت نجاحات بعدما آمنت بدور الرياضة في حل مشاكل المجتمع كانت محور الاهتمام عقب فوز منتخب بلادها بكأس أفريقيا. في النهاية قد تكون دومينيك وتارا شخصية مثيرة للجدل، لكنها بالتأكيد امرأة تعمل بلا كلل لتحقيق التغيير في كوت ديفوار.